الكتاب بيقول في العهد القديم على اسمه يكون رجاء الأمم، وهي الآية تمت في العهد الجديد في متى وفي روميا بيستخدم نفس التعبير. وبعدين البعض قال إنه لإسرائيل لأنه مكتوب يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وبعدين بقول لما جاء المجوس من المشرق من إيران يعني سألوا أين هو المولود ملك اليهود، على هذا الاستنتاج ابتدأ يقولها شايف معناته الرسالة لبني إسرائيل. بعدين البعض راح في العهد الجديد بيتكلم عن قصة إيمان المرأة الكنعانية، هاي الإيمان هذا موجود في إنجيل متى إصحاح 15 في إنجيل مرقس. في إنجيل متى لأنه بشير متى بيكتب لليهود، الأودينس تبعه عاوز يوضح لليهود إنه المسيح حسب الجسد أجا من سلالة داود، اللي اتصلب هو من الجسد يسوع المسيح مش الله الذي لا يموت. فبلخبط الأمور وإرمي، طب ما المسيحية عم تشرح عم تحكي لك بس انت ما بدك تقبل ما بدك تستوعب. ليه؟ لأنه إذا فهمت لألا يرجعوا بقلوبهم ويبصروا فأشفيهم، لأنه فعلا إذا it makes sense، إذا عملت الأمر في مخك فأنت أكيد رح تيجي للمسيح، لأنه ما فيش أي دلائل أخرى تثبت أي تفوق سواء في الشخصية في الرسالة في الإرسالية في التلاميذ في أي شيء على الإنجيل وتلاميذ المسيح.